السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في العراق وسط انهيار للنظام الصحي. إذن وصل فيروس كورونا إلى العراق، أسباب كثيرة قادت إلى وصوله، ومن أهمها عدم اكتراث المسؤولين في إيران وفي العراق لخطورة هذا الفيروس، لأن العراق هو الحديقة الخلفية لإيران كما يصرح المسؤولون الإيرانيون. بقت الحدود مفتوحة بين البلدين، واستمرت حركة التبادل التجاري ودخول المسافرين حتى مع إعلان سلطة المنطقة الخضراء ببغداد عن منع دخول القادمين من إيران، إلا أن هذا التصريح كغيره من تصريحات كثيرة أطلقتها حكومات ما بعد الاحتلال ما هي إلا حبر على ورق، حيث رصد العراقيون هبوط طائرة قادمة من إيران في مطار بغداد الدولي وهي تحمل على متنها ما لا يقل عن 50 شخصاً يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا. مشاهدينا الكرام، من إيران دخل فيروس كورونا، من الإيرانيين انتشر بين العراقيين. الآن عدد الإصابات يعني في مختلف المحافظات هناك إصابات في بهذا الفيروس، وطبعا لا يوجد نظام صحي قوي ومتكامل قادر على منع انتشار هذا الفيروس، بالإضافة إلى أنه لم تتعامل سلطة المنطقة الخضراء مع خطورة هذا الموضوع تعامل جاد، بل لم تكترث وتركت الأبواب مفتوحة أمام الإيرانيين، أمام حركة التبادل التجاري وكذلك دخول الطائرات. وهذا الموضوع بالطبع يقود إلى تفشي هذا الفيروس في العراق، نظرا لأنه قدم من بلد موبوء كإيران. أسئلة كثيرة نطرحها في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام: لماذا لم تتعامل سلطة المنطقة الخضراء بجدية مع خطورة هذا الفيروس أو هذا الوباء المنتشر عالميا؟ هل يملك العراق نظاما صحيا متكاملا قادرا على الأقل إبطاء حركة انتشار هذا الفيروس أو سرعة انتشار هذا الفيروس؟ هل العراق يملك الإمكانيات أو التجهيزات الطبية الكافية لحصر هذا الفيروس في مكان واحد ومنعه من الانتشار؟ أسئلة غيرها كثيرة نطرحها في هذه الحلقة، لكن بداية نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. يا أهل العالم، في العراق لا توجد مقومات حياة، في العراق توجد مقومات موت. مقومات الحياة هو الاهتمام بالتعليم، مقومات الحياة قضاء نزيه، مقومات الحياة صحة، مستشفى، مقومات الحياة فسحة من الحرية، مقومات الحياة المي النظيف، الأكل النظيف، مقومات الحياة البيئة النظيفة. عندنا بالعراق هاي المقومات؟ ماكو. باوع على الجنب الأخرى، عندنا مقومات موت، عندنا بيكيسيات منتشرة بالشوارع، تسلع، عندنا طائفية، عندنا عنصرية، عندنا جهتية حتى داخل المذهب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، يمكنكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية فقط التي سنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. هذه الخدمة غير متاحة للاتصال، هذه الخدمة فقط لاستقبال الرسائل النصية المكتوبة. طبعا منظمة الصحة العالمية حذرت من أن عدم استعداد أو حذرت من عدم استعداد العراق لمواجهة فيروس كورونا على الوجه الأمثل. الممثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل أكد أن النظام الصحي في العراق يعاني تدهورا كبيرا، وأن المنظمة تعمل بالإمكانيات المتاحة في العراق، محذرا من أن تفشي وباء الكورونا أو الوباء في البلاد بصورة تخرج عن السيطرة. طبعا اليوم تم تأكيد من وزارة الصحة في العراق تسجيل سادس حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص من سكان بغداد قادم من إيران. أكدت دائرة الصحة الكرخ في بغداد أن الشخص المصاب بفيروس كورونا في بغداد راجع مستشفى الكرخ بعد عودته من السفر وتبين إصابته بالفيروس، وبينت أن المصاب كان قد سافر من إيران ثم إلى تركيا قبل عودته إلى العراق. وأضافت الصحة أن المصاب أحيل إلى مستشفى الفرات العام لحجره صحيا. وفي محافظة النجف أعلنت دائرة الصحة في المحافظة تسجيل حالتين يشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا، حالات أخرى موجودة في العراق.
طبعا نسأل مشاهدينا الكرام، لماذا لم تتعامل السلطات الحكومية أو سلطة المنطقة الخضراء بجدية مع هذا الوباء؟ يعني خرجت بعض الشخصيات في البداية تقول ليش إيران بس تريدون تسدون الحدود وياها، هذا الموضوع مسيس إلى أبعاد. وصل الموضوع إلى حسن روحاني رئيس الإيراني الذي قال بأنه فكرة التخويف من انتشار فيروس أهلك الكثيرين وانتشر وباء عالمي أصبح، يعتبره الرئيس الإيراني أنه فكرة تخويف الإيرانيين أو إخافة الإيرانيين من خطورة هذا الفيروس هو خدمة أو يخدم أعداء إيران، يخدم أعداء الوطن، هكذا يصف حسن روحاني. فما بالك بالعراقيين أو بالسياسيين العراقيين الذين يملكون ولاء مطلقا لإيران ويدينون الولاء المطلق لإيران، وبالنسبة لهم هو الكلام الأمر والطاعة. كيف سيتعاملون مع هذا الموضوع؟ كيف سيتعاملون مع خطورة هذا الموضوع؟ انتشر إذن فيروس كورونا مشاهدينا الكرام في العراق، انتقل إلى بعض المحافظات، بدأ من طالب إيراني، طالب في الحوزة الدينية في إيران في النجف عفوا، وانتشر الآن ليصل إلى أكثر من محافظة. لدينا مقطع طبعا عن موضوع هبوط طائرة إيرانية في مطار بغداد الدولي، أثار هذا الموضوع ضجة واسعة في العراق على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا. تم تناقل مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي في مطار بغداد تظهر هبوط طائرة شركة ماهان الإيرانية، حيث أبدأ ناشطون استغرابهم من سبب قدوم هذه الطائرة على الرغم من إعلان الخطوط الجوية أنها علقت الرحلات، لكن حتى هذه اللحظة نتابع الحركة مستمرة. فلنشاهد. الساعة 13 دقيقة، هذا واصل مسافرين ونعيما عليكم الكورونا. كما قلنا في البداية مشاهدينا الكرام، تعلن السلطات في المنطقة الخضراء، تعلن بعض الجهات الحكومية أنها منعت دخول الإيرانيين أو الوافدين من إيران إلى العراق، مددت هذا الموضوع لمدة 15 يوما، لكن هذه هي الحقيقة، لا يمكن إخفائها مهما حاولت هذه السلطات. مقطع آخر تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر انتشار عدد من سيارات الإسعاف في مطار بغداد الدولي بسبب هبوط هذه الطائرة التي يشتبه بإصابة 50 شخص على متنها بفيروس كورونا. فلنشاهد. مطار بغداد نزل طيارة ماهان، شوف حزوا 50 نفر بالصالة مشكوك بهم بأمرهم بهم كورونا. شوف هاي الإسعافات وهاي الدورية، هم محجوزين جواب من مطار بغداد نزل طيارة ماهان، شوف حزوا 50 نفر بالصالة مشكوك بهم بأمرهم يهم كورونا. شوف هاي الإسعافات. مشاهدينا نستقبل اتصالاتكم للحديث أكثر حول هذا الموضوع. نبدأ من السيد أبو حسن من بغداد، تفضل يا أبو حسن. السلام عليكم أخوي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا أبو. حياك. طبعا هو يجي من إيران، يجي إيران بس الدمار والمرض، هم أصلا يعني إيران مرض. نعم. يعني هذا العراق امتلأ بالحكومات السابقة اللي دمرت العراق وما خدمته، يعني هم جو تدمير العراق. نعم. يعني أي شيء يجي من إيران أو من حلفاء إيران أو من حلفاء إيران، يعني نزع معدي محمد، لأن دولة ما يعرفون الإسلام أبد. يعني أنا أعرف الإسلام رحمة. نعم. ويقول لك دولة إيران إسلامية، مو إسلامية. هكا دولة ملة كفر، يعني جو عجبة والدمار، دمروا التراث مالنا، الحضارة مالتنا دمروها. هاي أكبر شيء، أكبر مثال الموصل. يعني هم ما جايين لخدمة العراق أبد. العراق هم هم هدفهم، يعني من زمان يدون دمروه. نعم. فندعم الله يعني يحفظ العراق وأهله ويجعلهم. هل برأيك يا أبو حسن العراق مستعد لمواجهة هكذا فيروس خطير وباء عالمي؟ والله هذا ما يعرفوا وما يعرفون اللي يعني شيء العكس المرض، يعني المثل ماله إلا سووه. أنا أقصد يعني أقصد النظام الصحي في العراق كإجراءات احترازية، كقدرة على استيعاب هكذا فيروس خطير، هل تعتقد أن العراق النظام الصحي بالعراق جاهز أو مؤهل أنه هو يتعامل مع هكذا مواقف طارئة؟
ابدا، لان علمائنا والاكفاء والاطباء يعني المحترمين كلها سافرت، يا اما انقتل يا اما هاجر. فماكم ما اعتقد يعني يسيطرون على اي شيء. يعني مع اخويا محمد ولا وضعك، يعني شوف المستشفيات مال العراق. يعني احداث يعني اطفال دي يموتون والله، وهذا الاذان السد ياذن. يعني اكو ناس اطفال دي يموتون من العود وعدم فهم المرض، يعني المرض من يعرفوه. فهذول ما عندنا طب. ابو حسن، احنا ما نلوم اطبائنا، ما نلوم كوادرنا الطبيه كافراد، احنا نتكلم انه هل المؤسسات الصحيه فيها الاجهزه اللي قادره على انه تتعامل مع هذا، مع هكذا نوع من الامراض او من الفيروسات، فيها المعدات اللازمه، مؤهله نظيفه انه هي تستقبل المريض، جاهزه من ناحيه البنى التحتيه والخدمات. هذا اللي نقصده كافراد وكاطباء. عندنا لا يزال بالعراق الكثير من الكفاءات الطبيه موجوده بالمستشفيات. اخي بس اكثرها هاجروا، يعني العباقره هاجروا. محمد انا مو يعني ما اقول يعني الاطباء ما عندنا اطباء، لا عندنا اطباء. نعم. نعم. بس اقسم بالله العظيم يا اخي يعني البلد لما يصير بظلام، يعني بظلام ما تشوف، بس امشي بظلام ما تشوف. نعم. بس لما يكون بنور تقدر تشوف طريقك، بس هم ما يخلون الانسان يوصل، ما يخلوه يتقدم، ما يخلوه يطلع. تمام. يعني همهم بس السرقه والقتل والارهاب. انا اشكرك يا ابو حسن، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا للمشاركه. نتابع طبعا بعض المقاطع معكم مشاهدينا الكرام. كوادر وزارة الصحة تحجر عددا من طلبة وأساتذة الحوزة في فندق وسط المدينة، مدينة النجف، للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا. تم وضعهم وحجرهم في فندق دون مراعاة لشروط السلامة. فنشاهد. خالد قبل شوية جابوا 8 عراقيين، والله هسه الشرطه يمك. ها خالد شاولها صور، شاولها معمم خالد، هو ملثم لو ما ملثم ما ادري، اذا الشرطه يمنعني انا ابو شباب لا يخليهم يصورون، لا يخليهم يصورون الشرطه يمنعني خالد. لا ما صورك لك، ما صور. اي لا خالد ما له علاقه، هو ما يقبل ليش تصوره، ما صور وجهه والله، هو ما يقبل ليش تصوره، والله ما صور وجهه. والحسين كان بهم مرض، شلون نجيبهم لنا ولايه امير المؤمنين؟ لا خالد خالد انا بخدمتك خدمتكم. ايش ما فيه؟ انا اريد يمنعني الشرطه، مو لا لا تمنعني. اشتكي حبيب، روح اشتكي شاسار، من اللازمك. هذا الثاني شوف، هذا الثاني شوف، كلهم مصابين ما ذكر. لا اسكت، الله يشافيهم بجال حسين، الله يشافيكم بجال امام الحسين. طبعا القصة الكاملة لهذا المقطع مشاهدينا الكرام، هم 8 معممين موجودين في فندق دار الهدى في محافظة النجف. جاءت سيارة الإسعاف هذه كما رأيتموها، أخذتهم إلى المستشفى ثم عادوا بعد ذلك، وعادوا إلى الفندق مرة أخرى مصابون بفيروس كورونا أو يشتبه بإصابتهم، ويذهبون ويعودون بهذه الطريقة. دعونا نشاهد ثاني يوم أيضا فندق دار الهدى، حتى على أساس أنهم يتخذون إجراءات احترازية، فجاءت بعض الجهات التي قامت برش محيط فندق دار الهدى من أجل ما يسمى بتعقيمه أو تطهيره. فنشاهد. السلام عليكم، هاي بالنجف الأشراف، 14 واحد بكورونا حاجزين بهذا الفندق، هذا الفندق، وهسه عملية تطهير، هسه غير طلعوهم حاجزيهم بالفندق. من 14 واحد بهذا الفندق. لا بريد اموت، اريد اموت، لا تحموني. حيا الله كورونا.
معنا الآن السيد أبو مالك من أمريكا، تفضل يا أبو مالك. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك ولجميع كادر القناة. حياك الله. هلا وسهلا. القناة الوطنية الشريفة. أستاذ محمد، تعليقا على سؤالك. نعم. أنه هل أنه عندهم استعداد لتفشي هذا الفيروس؟ نعم. العراقيين هاي الشلة الحاكمة بالعراق لا أبالي بهذا الموضوع، لأنه يعرفون حق المعرفة أنه لا عندهم مستشفيات ولا عندهم علاج ولا عندهم عناية صحية. اليوم السرنجة حسرة على المواطن، الكمام حسرة على المواطن. نعم. فهي مسألة طبيعية عندهم. وثانيا نقل هذول الخمسة مدري الثمانية الإيرانيين، نعم، هذول لو كانوا عراقيين نقلوهم للفندق. لأن الإدارة الفندق مو عراقيين اللي يديرون هذا الفندق، مو بشر أقوساتنا عراقيين بالفندق. كيف يجيبوا الناس مصابين بهذا المرض وزقوهم بهذا الفندق؟ نعم. يعني هم أحط على قلبهم ينشرون الفيروس بالعراق ورايحين جايين بالشوارع حاطيهم بالسيارة. محمد، هالوكم وغزا العراق واحتل بغداد. نعم. ما دمر بغداد مثل ما دمرت هاي الشلة الفاسدة الساقطة بالعراق. نعم. لا خلوا مستشفيات، لا خلوا مدارس، لا خلوا بيئة، لا خلوا حياة اجتماعية. نعم. كل مقومات الحياة أنهوها بالعراق. نعم. شنو اللي تتوقعه أنت بالعراق كان موجود دمروا دولة؟ بعدين سمعت أنا تصريحات مقتدى الصدر قبل فترة، يعني أنا أستغرب أنه معقول أكو رجال ديني بهالمنطق هذا؟ أحنا حتى لا نتوسع بالفكرة، هو ليس موضوع حلقتنا أبو مالك. أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. أبو مالك من أمريكا. سعد من الناصرية، تفضل يا سعد. مع فقدنا الاتصال. معنا أبو علي من واسط، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك حياك الله. أهلا وسهلا. تحية لجماهير الرافدين والرافدين كذلك. أهلا وسهلا. والسلامة إن شاء الله والصحة للعراق ولكل العالم من هذا إن شاء الله. الجديد. أستاذ محمد، احنا نتذكر قبل اذا واحد كان يدرس ويجينا طالب بانكاف، هذا انكاف يعني مدارس عادي. يخلوا الطلاب يرجعونهم للبيت، الطالب نفسه يقولوا له لما يذل الدكتور يلا تجيبونه. يجيبون الصحة يخابرونها تعفر الصف ونظف وغيرها، وبعدين يلا يداومون الطلاب السليمين. يعني حقيقة حتى اللي سووه اليوم يعني مشيدي حقيقة شغلة بدائية جدا. ثانيا يعني السلطة شنو الإجراءات اللي سوتها؟ هو بس واحد إجانا وعدان هذا واحد. نعم. زين، هم شنو الإجراءات اللي سووها؟ دزوا على اللي الآن إجوا صار لهم 14 يوم من إيران أو 3 أسابيع، دزوا عليهم تعالوا يابا خلينا نفحصكم خلينا نشوفكم. لو بس انه لحد الان يعتدل لحد الان لغايه البارحه اول البارحه يا ابو علي حركه الطيران مستمره بين البلدين. بالضبط. يعني شلون؟ طيب زين، هو زين انتم شنو اجراءاتكم؟ يعني هل انتم مثل اجراءات العالم الان الموجوده؟ اكو كاميرات حراريه، الفحص شلون؟ لكن انا اربط هذه الاجراءات اللي تقوم بها السلطه اليوم. اذا كلكم تتذكرون الكاشف عن المتفجرات الاجهزه اللي جابوها من بريطانيا. نعم. ومعروف انه بريطانيا كان يكشف بهارات. هذا شلون عيني يكشف البهارات الموجوده بالسيارات اللي تعبر؟ بالضبط. البهارات والزاهي وغيرها. نعم. شفنا الضجه الاعلاميه اللي صارت ببريطانيا. نعم. شنو مدير الشركه وعاقبوه وبالعراق ما حاسبوا احد. هل تعتقد اليوم انهم راح هم يجيبون اجهزه تكشف فيروس كورونا؟ زين، هم قلوا المستشفيات وينها؟ هذاك اليوم صبح اللي يسمونه وزير الصناعه يقول احنا راح ننتج 30,000 كمام يوميا. ومنين تنتجين؟ وين تنتجين؟ ولا مصنع ينتجين؟ لو بس حكي تقوله. يعني الان قبل يمكن كنا المتفجرات هم لو طافوا بيناتهم التفجير راح. زين، هسه هذا وباء لا بيدي ولا بيدينهم هم. يقول احد، اريد رايك ابو علي، احد المشاركين على الواتساب يقول الحكومه الباسله شلون تريدهم يعالجون الكورونا وهم ملتهين بالباغونه، بفيروس الباغونه؟ شلون تريدهم يعالجون الكورونا؟ العراقيين الآن بدأوا يتحكمون على موضوع فيروس كورونا، يقول لك احنا عندنا بالعراق 100,000 فيروس غيره ومن أهمها فيروس باغونا. طيب هاي الأحزاب الموجودة ورغم فسادها واللي موجود من أول الاحتلال وغاية هاي اللحظة، تعتقد أنه هي ممكن تهتم أنه هذا الفيروس انتشر لو لا؟ والله
بالعراق؟ لا عين سلام حمد، هو بس فيروس باقونا، فيروس باقونا ونهبونا وسلبونا وخدرونا وفيروسات هواي. نعم. كل حزب خذ لك فيروس، ما عندهم اجراءات ابد. كمامات هم ما عندهم، كماماتهم يجيبونها من الصين. نعم. حتى الكمامات يجيبونها فازده، اساسا فازده اكسباير يجيبونها من هناك. نعم. يا سلام حمد، يا دوله يا حكومه يا سلطه يا وزاره الصحه. نعم. وزير الصحه يشغل دول لان ما مش وياهم وشرد خلص الرجال وشرد. نعم. قول لي على هذول يا حكم يا بطيخ، بس نقول هو المشافي بس والله سبحانه وتعالى، هو الحامي بس الله سبحانه وتعالى، والله يحمي العراق. شكرا يا ابو علي، كنت معنا من وسط، اشكرك. ام علي من بغداد، تفضل يا ام علي. سيد ام علي. استاذ محمد عين، يعني يصير هيك احنا نعين على التلفزيون واعصابنا كلها تحترق انه الايرانيين يطبون هيك طبات هيك، يعني يصير هالوضعية هذه؟ أنت شيء ليش ما سديت الحدود؟ ليش يجي تسوون بالشعب؟ هو المرض ينحمل؟ إحنا نقول للعدو خطية يا خال، يعني يصير يجي هالعذاب هذا زي يعذبون البلد؟ يعني الدولة، يعني الدولة ما تحس هذا مرض خطير؟ زين شنو معناتهم تحطوهم في فندق؟ يعني ليش تحطوهم في فندق وتودوهم وتجيبوهم وما أدري شو تسوون؟ يعني يعني مو أكو عالم، أكو مرصاد. نعم. أكو الناس كلها تتعاين تشوف هذا غلط. نعم. إحنا تشترق أعصابنا يا أخي يا ابني، يعني ما يصير هيكي. يعني شو نسوي إحنا؟ شنو بيدينا؟ قول لي، قاعدين إحنا بالبيوت ونتفرج مثل ميتين محترقين، أعصابنا محترقة. نعم. ليش؟ نعم. الله يخليكم، الله يخلي، يعني يخلي يشوفون شارع، يشوفون حال. هو داجة للعراق لنا أو هج دخلت وقوة قوة، يعني شنو معناته؟ يعني نعم. نسمع بإذاننا ونشوف بعيننا الإيرانيين، أنتوا شو تسوون بإيران؟ يعني شنو هالأذية هاي؟ ليش الدمار هذا؟ نعم. بلدنا هذا وعايشين بيه وسنين صار لنا عمر، ليش هيجي؟ نعم. ليش الدمار هذا؟ مستشفياتنا كلها تخزي، مستشفياتنا مريض، إحنا لا يتمرض بليقم لما نودي، نخاف حتى على موت ما يلحقوا له. نعم. أبرة ماكو، سرنجة ماكو، بنت أختي صغيرونة والله ما عندهم رماد يضمدوا لها كلها، جبيله من برا، ليش؟ نعم. هذا احنا بلد الملايين، هذا بلد المليارات، والله يا ابني كفر دا نموت قهر، والله رح نموت احنا ببيوتنا. نعم. يعني هيك هم ناويين علينا، ناويين على العراق، هجموا، سووا تراب، سووا في الدولة، يعني ما بيشوفه هذا البلد العظيم، هذا البلد. صحيح. العراق، اتشهد به العالم والدولة كلها والدول. شو نسوي؟ ما ادري يا ابني، والله يا استاذ محمد ما ادري شو اقول لك، يعني تعبونا 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 والله العظيم بهالعيشه هاي. الله يعينكم، الله يعينكم، يعني الله ينصر ان شاء الله المظلومين على الظالمين ان شاء الله، حسبي الله ونعم الوكيل بهم ان شاء الله. زين سيدة يعني هم ملكيين بالمنطقه الغبراء، ما يقولون هالعالم هاي بدها تموت برا، شنو ذنبها؟ انتوا ليه جبتوا لي العقرب وحطيتوه على ايدينا هنا؟ ليش؟ ما تخافون من الله؟ مو وراكم حساب، وراكم كتاب، باكر عقبه الله يحاسبكم. نعم. أم علي أنا أشكرك، كنت معنا من بغداد. طبعا تأكيدا على كلام السيدة أم علي من بغداد، جدول للخطوط الجوية العراقية أظهر استمرار الرحلات إلى مدينتي طهران ومشهد الإيرانيتين رغم إعلان الحكومة إيقافها تحسبا من انتقال فيروس كورونا. وفقا للجدول، الرحلات الجوية مستمرة من المدن الإيرانية وإلى المدن الإيرانية ليوم غد الثلاثاء، طبعا هذا قبل يومين، رغم إعلان وزارة النقل تعليقها كليا بعد تفشي فيروس كورونا في المدن الإيرانية، في وقت أعلن طهران تسجيل 12 إصابة بالفيروس. طبعا المتحدث باسم الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي أعلن استئناف الأنشطة التجارية لمنفذ مهران الحدودي مع العراق. لطيفي أضاف أن 22 شاحنة عراقية وصلت اليوم إلى جمرك مهران لاستلام البضائع الإيرانية المصدرة إلى العراق، وتابع أن 1000 شاحنة كانت متوقفة على حدود مهران بسبب غلق الحدود بشكل مؤقت، وأكد ضرورة الإسراع بإدخال البضائع إلى العراق. هذا مسؤول إيراني معني بالجمارك ومعني بالحدود الإيرانية العراقية، وأكد أن تم استئناف الحركة التجارية، يعني رجعت الحركة التجارية مثل ما كانت، سيارات تدخل سيارات تطلع والبضائع تروح وتجي، والسائقين طبعا وهم معرضين لنقل الفيروس. هكذا تتعامل إيران مع
الفيروس وهكذا تتعامل سلطة المنطقة الخضراء مع الفيروس. ممرض في مدينة قم الإيرانية قال بأنه الحالات التي تم تسجيلها وتوثيقها التي أصيبت بفيروس كورونا وتوفى بسبب الفيروس هذا عدد من الأشخاص، قامت السلطات الإيرانية بإخفاء جزء كبير من الحقيقة، من حقيقة هذه الأرقام، وهي حتى هذه اللحظة تعمل على إخفاء الأرقام الحقيقية الموجودة من إصابات ووفيات. إذن إذا إيران تتعامل بهذا الموضوع بهذا الشكل مع فيروس أهلك الكثير من البشر في العالم، وكذلك الحكومة في بغداد أو سلطة المنطقة الخضراء تتعامل بنفس الأسلوب، فمن الطبيعي أن نرى انتشار لهذا الفيروس في العراق وأن نرى هذا العدد يزداد يوما بعد آخر. طبعا لدينا أيضا مقطع مشاهدينا الكرام لمفرزة شهداء التحرير الطبية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وهي تفحص المعتصمين والمتظاهرين وتؤكد سلامتهم وخلوهم من الإصابات أو الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، فنشاهد. كل العراق احنا رجعنا تعاونكم يكون عن طريق الاتي: اولا يجب اخلاء الخير من افرادها، نقوم بسعصكم واحدا تلو الاخر، سنقوم بعمل جولات اخرى وسنعطيكم جدول يوم الملاحظه الاولى، نرجو من الشخص الذي نشك فيه انه يذهب مع موظف صحه الرصافه لفحص تحليل بي سي ار. الملاحظه الثانيه: على اي شخص يشك لديه الاعراض توجه لمركز شهداء التحرير اللي هي مركز الرقيه جوا النصر. حصلنا الحراره وقحنات ونحول عام يستمر لمدة أكثر من أسبوع إلى 10 أيام. في هالحالة الشخص لازم يسوي تحليل بي سي آر، هذا التحليل راح يبين إن الشخص حامل للمرض أو لا. تفضل منا عمر. خش مبادرة. الله يحمي العراقيين إن شاء الله. معنا الآن سيد سعد من الناصرية، تفضل يا سعد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أخي أشكر أول مرة أشكر قناة الرافدين وأشكر أخونا أستاذ محمد. الله يسلمك، تفضل. السلام عليكم استاذ محمد عزيز. وعليكم السلام. سعد نص صوت التلفزيون رجاء اذا انت بصف التلفزيون. تفضل اخي محمد، ممكن سؤال بلا زحمه؟ تفضل. نعم. واشكر قناه الرافدين واشكر اخواننا. الله يسلمك اخي محمد. هذا مال الكورونا ما اعرف شنو، هذا كله دعايه، وهذه الحكومات يعني توصل البلد غير ما اعرف شو اقول لك، يعني البلد تجي توصل يعني شلون دعايه يا سعد؟ ما دا افهم، يعني تقصد شلون دعايه سعد؟ هاي مال الكورونا وهاي السوالف، يعني ما اعرف شنو اللي يردون البلد العاطي، هاي كلها سبب الحكومه، يعني ليش ماخذ مستشفيات عندنا؟ نعم. أنا بس أريد أفهم نقطة دا تقول حضرتك إنه هذا موضوع فيروس كورونا هو كله دعاية، يعني شلون دعاية؟ ما أفتهم، منو صاحب هاي الدعاية؟ عزيزي هاي جابت إيران وخلت لنا بالعراق، هذا كله حكي. شلون لعد؟ لا عزيزي هذا كله حكي، هذا كله نيران وكلها من الأحزاب، ملتهية بالبوك، لا مستشفيات عندنا بها حظ، يعني هسه خليها كورونا وخليها، يا البلد العراق هو من زمان ترى في أمراض. مو يعني توه هسه مال كورونا كله في فيروس وكله، يعني لا مستشفيات فيها حاض حشاك ولا شيء ولا نعم منتهيه بالبوك دوله واحده ربيع. نعم. شكرا يا سعد، كنت معنا من الناصريه. احمد من الرمادي، تفضل يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيد محمد حياك الله. سيد احمد اهلا وسهلا. استاذ محمد، ماذا افهم عليك يا احمد؟ الموضوع او فيروس كورونا الشيء اللي يصير بالعراق. نعم. يعني الحكومه ايش؟ لما نقول الحكومه وموضوع الفيروس، وطبعا ما في شيء كبير، هي شنو الحكومه؟
الحكومة حاليا شنو هي الحكومة اللي قاعد تديرها إيران. يعني هي لو الحكومة الصغيرة كان أخذت إجراءات وسدت الحدود، بس هي الحكومة لما كلها معروفة هذا الشيء. نعم. طبعا الله يعين الناس، يعني الله يعين الناس على هذا الشيء. نعم. ولا مستحيل ولا راح يوقفون ولا راح يصير وراح يبقى هذا الشيء. والله احنا عندنا اطباء وعندنا بالعراق الوضع اللي بالعراق الحكومه اللي قاعده تدير هذا الشيء تديرها ايران. نعم. والله يعين الناس. وانا اعرف ان السلام نصي ام محان ام علي من بغداد على ما اعتقد. نعم. يعني على هذا الشيء قاعد يصير بالعراق اللي هو نبعد بديوت من بابها، يعني شيء صراحة. نعم. يعني هي الحكومة شنو الحكومة تبع إيران وهذا الشيء ولا راح من الحد هذا الشيء. نعم. وأنا أشكرك. شكرا يا سيد أحمد، كنت معنا من الرمادي، أشكرك. كان أيضا نذهب إلى فاصل قصير الآن مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الأسبوعية من برنامج منبر الرافدين. نتحدث اليوم عن تفشي فيروس كورونا في العراق، انتشاره في بعض المحافظات، وتم تأكيد إصابة عدد من العراقيين وكذلك إيرانيين دخلوا إلى العراق وبالطبع نشروا الفيروس، لأنهم هم الذين أكدت إصابتهم بالبداية وبعد ذلك انتشر بين العراقيين. ليست أعداد كبيرة حتى هذه اللحظة، لكنه وصل وأصاب بعضا من العراقيين. هذا الموضوع أثار غضب العراقيين بشكل كبير، لأن هذه السلطات الحاكمة في المنطقة الخضراء لم تتعامل بمسؤولية مع حدث بهذه الخطورة وبهذه الأهمية. تركت الحدود مفتوحة بين الجانبين العراقي والإيراني، تركت حركة التبادل التجاري تجري بين المنافذ الحدودية أو من خلال المنافذ الحدودية بين البلدين. أيضا سارت على نفس النهج الذي اتبعته السلطات الإيرانية بالتقليل من خطورة هذا الموضوع، والحديث بأسلوب حقيقة غريب كوصف الرئيس الإيراني للخوف من فيروس كورونا بأنه مخططات لأعداء البلد. ما علاقة انتشار وباء في دول العالم بأنه إيران عندما أصابها صار الموضوع لا، أنه أعداء إيران دي يريدون يضربوها عن طريق التهويل من خطورة هذا الموضوع. انتشار كبير في إيران وحالات وفيات كبيرة جدا، والسلطات الإيرانية تعمل على إخفاء الحقائق وتقلل من الأرقام التي تخرج لوسائل الإعلام. نفس الموضوع بالعراق أيضا، طلعت هاي النماذج اللي تقول ليش تريدون تسدون الحدود بس مع إيران؟ هذا الموضوع معناه هناك أمور مسيسة وهناك أشخاص أو جهات تقف خلف هذه المطالب. هذا هو الموضوع. عندما تعالت أصوات المتظاهرين في ساحات التظاهر الثوار العراقيين بشكل عام لإغلاق الحدود مع إيران، تخرج هذه الأصوات من سلطة المنطقة الخضراء والأحزاب لتحاول أن ترد أو تبرر استمرار الحركة بين البلدين. نسأل مشاهدينا الكرام ضمن أسئلتنا، هل سيؤثر انتشار فيروس كورونا في العراق أو وصوله إلى العراق من الاستمرار في الثورة واستمرار المتظاهرين في ثورتهم، ثورة تشرين المطالبة بإسقاط هذا النظام ورحيل الأحزاب الفاسدة؟ أيضا هذا هو سؤال مطروح. السيدة أم علي من النجف، تفضلي يا أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أخويا برنامجك كلش حلو. الله يسلمك. وأشكركم على هذا البرنامج. إحنا هسه حاليا بإذن نجف. نعم. على هذا موضوع الكورونا. نعم. يعني صارت لك ضجة والمستشفيات، مستشفى الحكيم ما تستقبل المرضى،
نعم. بعد وين واحد يروح يداوي؟ ليش ما تستقبل المرضى؟ يقولون مصاب بها أحد المصابين بها. نعم. بعد وين يروح المصابين؟ وين يرفعون مثلا أحد بكتيم صخنة صخونة عادية؟ نعم. وين أروح أداويها؟ أنت شو تقول وين أروح أداويها؟ نعم. يعني يدخل للمستشفى بعد ما يطلع وتدلق بالصحة هنا بالنجف ما شاء الله وبالعراق صحيح؟ نعم. لا صحيح. لعد أنتم يا الصحة وين راح يعني لا لقيتوا علاج وإيرانيين ما شاء الله بالنجف أمس رحنا نزور النجف ما توسترس إيرانيين. نعم. لعد أنتم زادريتوا أول ما أصاب اليابان أخي صحيح المفروضة بالعراق يسد الحدود لا نعم. خروج ولا دخول صحيح لو لا؟ نعم. ليش انصاب هسه؟ المدارس تعطلت، الأعمال تعطلت. نعم. لعد الصحة، الصحة جاي تسوي. هل العراق بصحة أصلاً بنظام صحي أو عالي؟ نعم. هل العراق مؤهل صحياً إنه هو يستوعب هاي الحالات، يستقبل مرضى، عنده مستشفيات، عنده أجهزة؟ العراق به شيء أصلاً؟ لا ماكو شيء، ماكو. هي وين المستشفيات؟ وين المستشفيات؟ نعم. أنا هسه حامل علي 9 أشهر، أروح الدكتورتي تقول لي حسب حسابك نسوي لك عملية بالخاص. زين أنا مستأجرة. نعم. بربك وين أمي اللي بفلوسها راح أسوي عملية بالخاص، والخاص أنت تدري بيه. صحيح، صحيح. بس شو نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يعينكم يا أم علي، الله يعينكم ويصبركم على ما ابتلاكم. اي والله يعني شوف جهال اثنيناتهم بالابتدائي تعطلوا، يعني احنا شنو هاي ما صرنا؟ لا هم اللي اجلوا السنه على حساب الانتخابات وعلى حساب المتظاهرين، ومنا ما شاء الله اجانا المرض الكورونا، شفت هم والدراسه الطلاب شفت تهمه الدراسه؟ المفروض لو ياجلوها لو يعطون العراق كله عفاء، صحيح لو لا؟ انا اناشد وزير التربية أناشد وزير التربية يا أما يأجل السنة يا أما يعفى الطلاب عن طيب. أنا أشكرك يا أم علي، كنت معنا من النجف، شكرا جزيلا لك للمشاركة، وصلت الرسالة. لدينا بعض الرسائل مشاهدينا الكرام نود أن نقرأها أيضا لنواكب مع حضراتكم ومع المشاركين الكرام على الواتساب. في رسالة من أحد المشاركين نبدأ باستقبالها، السيد عبد الخالق الناصر يقول: أشكر قناتكم الرائعة، لا تحزن إذا ضاقت بك الحياة، فربما اشتاق الله لسماع صوتك وأنت تدعو. طيب شكرا يا عبد الخالق. في رسالة من السيد مبروك من الإمارات يقول: الشخص الذي يأتي وفق توافقات حزبية لا يرغب به ولا لا يرغب به ولا يرحب بحكومته، هذا جانب. أما الجانب الآخر فهو شخصي وطني له الحق بتشكيل الكفاءات. طيب شكرا يا سيد مبروك. اليوم الموضوع عن كورونا، انتشار فيروس كورونا في العراق. رسالة أخرى: انهيار النظام الصحي والله الحافظ. في رسالة لدينا: حقيقة الكثير يحاولون الاتصال، ونؤكد هنا ونكرر مشاهدينا الكرام هذه الخدمة غير متاحة للاتصال، أرجو من المشاهدين الكرام أن يعني يتعاونوا معنا بهذه النقطة، لأنه تضيع علينا أحيانا هذه المحاولات من الاتصال قدرتنا على قراءة الرسائل الباقية. طيب في رسالة تقول: السلام عليكم، أريد بس أوضح للناس مشلبين بإيران، شنو دمرت بلدكم ولا غيرة ولا غيرة ولا شرف عندكم؟ كل الدول تخاف على بلدانها إلا العراق. الغيرة نقطة ماذا أفهم؟ طيب كومة احجار والهجار يقول: حسبي الله. طبعا احنا هالموضوع الغيرة وكذا احنا نخصص يعني مو بشكل عام. حسبي الله ونعم الوكيل بيهم، العالم رايحة جاية من إيران. الله لا يوفق كل من يشتغل ضد العراق. ليش يكرهون العراق؟ لأن قبل أهاليتنا يقولون عليهم أهل القمل وصخين، واحد من الأبطال وواحد من الأبطال. إيران كلها تروح فدوى الرجلة، توصلوا صوتنا للعالم وإن شاء الله يدحرون الفرس المجوس الحاقدين. شكرا لك. رسالة تقول: السلام عليكم، أتمنى تعرضون الإرشادات
إرشادات السلامة والوقاية لمثل هكذا فيروس، بالإضافة إلى العطلة اللي انطوها للتعليم والتربية وتعليق الدوام لمدة 10 أيام فقط، وهي مدة الحضانة أكثر، يلا تظهر أكثر فعلا، هي 15 يوم إلى 27. زين، هاي الفئة المعرضة للإصابة هي الأعمار الكبيرة واللي أغلبهم موظفين ومنطاهم عطلة حتى نحافظ على سلامتهم. طبعا تم تحديد بالنسبة للفيروس، تم تحديد الحالات في البداية لضعاف المناعة وكبار السن والأطفال. يعني أيضا من خلال برنامجكم المحترم نرجو النظر بعين الاعتبار حتى نحد من الانتشار، يجب أن تكون العطلة عامة وليست مخصصة بالتعليم والتربية، رجاء رجاء إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لك. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد، كل دول العالم سددت مطارات والحدود إلا العراق، الحدث تجارة ويا إيران، أدري شي يصير لو توقف مدة شهر، لو حكومتنا الرشيدة بكل شي تواسي إيران حتى بحياة العراقيين، لأن أرخص شي عندهم الشعب العراقي، مثل وزيرة التربية بدل ما توقف الدوام تنطي أسبوع تمديد، مو هاي خطية الأطفال بالمدارس شلون؟ بس ربي يلطف بينا. أم عبد الله من البصرة شكرا لك. يقول أحد المشاركين أخي يعني شنو زيارات الإيران أهم من الوباء، إلى متى هذا التخلف يا شعب؟ وكذلك أليست العمايم وتجار الدين هم أسوأ من وباء كورونا؟ كم قتلوا وكم هجروا من المسلمين صار 17 سنة؟ أخي الصين وتقنياتها الجبارة ما قادرة على معالجة الفيروس، كيف والعراق عبارة عن أكوام من النفايات؟ والغريب يدرون إيران صارت منبع للفيروس ويصولون ويجولون بكربلاء والنجف، عمي هذا وباء مو وقت زيارات، الله أكبر. نافع من أمريكا تفضل يا نافع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أقول لو إذا شكلت في العراق حزب، إذا شكل في العراق حزب جديد اسمه الكورونا سيلتحق به العراقيين بالجميع. ليش؟ وعندي اسم. نعم. ليش؟ لأنه لازم، هذا الوحيد اللي ممكن يقدر العراقيين يستخدموه للتخلص من الأجانب والتخلص من الجيران. نعم. فأتمنى الكل أن يدعمون فكرة اللجوء إلى حزب جديد اسمه كورونا. مو كافي أحزاب يا نافع. لا مو هذا حقيقة، هذا مو حزب راح يكون، هذا راح يكون ولاء إلى الوطن. أعرف اللي تقصده، بس أنا أيضا دائما أمشي وياك، مو كافي أحزاب بالعراق. يعني المشكلة بين إيش دمر العراق غير الأحزاب يا نافع؟ صحيح. بس أنا أقول لك إن شاء الله أنا أكون الحكومة الجديدة تتوفق في لم شمل العراقيين يا حكومة اللي حيشكلها محمد علاوي لو اللي حيشكلها الشعب. أنا في تصوري محمد علاوي خطوة مؤقتة. يحتاج العراق الآن إلى حكومة انتقالية. طيب. هذا الرجل حكومة انتقالية. يا سيد نافع. سيد نافع. الشعب العراقي ليش طلع بالشوارع أصلاً؟ الشعب العراقي طلع من الضغوط اللي مورست عليه من قبل. شنو المطلب؟ شنو مطلب الشعب أصلاً؟ مطلب الشعب الحقوق المدنية والعدالة والاحترام وإسقاط النظام. النظام يا سيدي العزيز، النظام حتى لو ينزل نبي جديد إلى العراق الآن، طالما موجودة ما يسير العراق الآن هم الميليشيات، لا يمكن أن تكون مو هذا اللي طلع يا سيد نافع. يعني حضرتك أنا ما أعرف شلون ده تربطها. الشعب العراقي طلع لأنه ده يقود العراق هاي النماذج اللي تفضلت بيها، ميليشيات وأحزاب. شلون تريده يرضى بشخص جابته الميليشيات والأحزاب؟ يعني ما دافت يماني ربطك مو منطقي يا سيد نافع. ربط أنا أقول لك فر شيء مهم كلش، إنه الآن العراق ما عنده إمكانية إنه يشكل حكومة قد تنقذ العراق من الدول الجوار والدول الغربية. نعم. ليش؟ لأنه اقتصاده مهمش، ماكو ولا، وعدد الميليشيات العسكرية الموجودة هي أكثر من الشعب العراقي. شكرا يا سيد نافع، كنت معنا من أمريكا. أثير من بابل تفضل. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا السلامة شعبنا العراقي أجمعين إن شاء الله. والله شوفينا شر هذا المرض، جاه
رجاه هو الله. بس احنا نشكي من الاستعدادات الصحيه الغير نظاميه، يعني هم من يقولون حجرنا او حجزنا. وينكم مستشفيات الحجر الصحي بالعراق؟ نعم. كل مستشفيات الحجر الصحي ماكو، كلها يعني اجراءات وقائيه بس بالاعلام. نعم. انه يعني اجراءات وقائيه بس بالاعلام. نعم. انه احنا مثل حجزنا او عقمنا او حجر صحي، وكلها اجراءات بالاعلام حبيبي. ومع الاسف يعني النظام الصحي بالعراق كلش متدور ومتدني لهاي الدرجه. يعني احنا نطلب للمستشفى شراب يعني براستول ما عندهم، شلون راح يواجهون هذا المرض؟ ما ادري. نعم. والسلامه لشعبنا العراقي اجمعين. شكرا جزيلا لك. شكرا حبيبي. كنت معنا من بابل فيما تبقى من لحظات في البرنامج. السلام عليكم استاذ محمد. الاربعه اللي اجوا من قوم الى كركوك اي مستشفى ما قبلتهم بالاخير؟ حطوهم مستشفى الجمهوري متونسين وبالحديقه يتجولون ويخابرون، ومرضى المدينه تركوا المستشفى خوفا من كورونا. ياسر يقول من البصره هاي حكومتنا ايرانيه، شلون يغلقون الحدود وفيروس كورونا؟ هذا ما يهمهم، تهمهم مصلحتهم ومصلحه ايران. تحياتي لك. كل صوت من أهل العراق من البداية فتحوا الطريق للكل، الإيرانيين صارت أسهل طريق، كل دولة سددت حدودها مع إيران بس العراق. أحد المشاركين يقول توكلوا على الله، اهجموا على المنطقة الخضراء وقضوا على الشيطان الإيراني نور المالكي والجرذان اللي وياه قبل أن يتسببوا بالهلاك. أم يامين من الناصرية تقول السلام عليكم أخي، تحياتي للقناة، الله يحفظ العراق وأهله. شكرا يا أم يامين. صار 17 سنة يحكمنا أخطر فيروس، هو إيش لاحقنا من إيران غير الشر؟ اللهم اجعل بيننا وبين فارس جبل من نار. عم إيش تحكي يعني كذا وكذا؟ إيران الصفوية تريدهم يسدون الحدود؟ مستحيل. استغفر الله. تحياتي لك اخي العزيز والكادر البرنامج، دمتم اخوتكم وهم من اللطيفيه. شكرا جزيلا. اشكر جميع من شاركنا في هذه الحلقه مشاهدينا الكرام في الواتساب وفي الاتصالات، وكذلك المتابعين الكرام، شكرا لكم. نلقاكم ان شاء الله في حلقه قادمه، الى اللقاء.